المزيد عن عوار هذه القضية، ولكن ينضم إلينا الآن مشاهدينا عبر الهاتف الدكتور طلعت فهمي المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين. دكتور طلعت أهلا بك. أهلا بك. بداية دكتور طلعت، كيف تابعتم أنتم كجماعة الإخوان المسلمين هذه الأحكام التي صدرت بحق هذا العدد من رافضي الانقلاب العسكري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو استمرار الأخدود العصر الذي بدأه هذا المجرم في ربعة ونهضة وسائر الميادين هي رسالة لهذا الشعب الذي تأدى على حياة الذل والاستعباد، أنه يقول لهم أن من نجح منكم من رابعة أنا سوف ألاحقه بأحكام الإعدام عن طريق هؤلاء القضاة الذين يتبعونه وهذا المفتي الذي يفتي له بأمره. ونحن نقول إن هذه الرسالة هي رسالة في المسار الخاطئ، لأن هذا الشعب الذي تأدى على حياة الذل والاستعباد والذي خرج إلى ربعة وسائر الميادين لا يمكن أن تعود حياته إلى الخلف أو إلى الوراء. فهذا المنقلب يريد للناس أن يعودوا إلى ما قبل ثورة يناير وأن يحاكم كل هؤلاء الذين خرجوا يطالبون بحياة الحرية. نحن نقول أن هذه كذلك رسالة من الشعب المصري بكل نقبه وبكل أطيافه وبكل أفراده. أقول لهم أن الإخوان المسلمين في القلب وفي المقدم ثابتون وهم مرابطون وهم يقدمون أغلى يعني ما لديهم من أجل تحرير هذا الوطن من أعماله. فنقول للجميع أين أنتم؟ هذه دماء بريئة، هذه أرواح معظمة عند الله سبحانه وتعالى. الإخوان المسلمون لا يدعونكم إلى أيديولوجية ولا يدعونكم إلا إلى اصطفاف من أجل غاية واحدة وهي إزالة حكم هؤلاء العسكر الذين نهبوا البلاد والذين سلبوا المقدرات والذين يريدون أن يعيشوا حياة السوائم والأنعام. ونقول لهم إن أيدينا ممدودة إليكم، ودعونا في 14 من أغسطس إلى حوار مجتمعي إلى عقد مجتمعي جديد وإلى يعني إيقاف حملات التراشق والتخويف والوقوف صفا واحدا من أجل إزالة هذه الغمة، لأن هذا الانقلاب لا يريد أن يبقي ولا يظهر. وقد أتى على هذا المنقلب أتى على من كانوا هم أقدم منه ومن كانوا معه ومن كانوا بعده ومن أنذره ومن أهونه يتفرد هو بهذا الأمر. ونحن نرى يعني كيف تدار البلاد. نقول للناس لا تنخدعوا بهذه المظاهر، فهو لو كان يرى نفسه في مأمن ما أخرج هذه القوانين التي يريد أن يحصن بها هؤلاء الظالمين الذين يعملون معه. نقول للناس نحن قد تأكد لنا أننا على المسار الصحيح وهلم إلى كلمة سواء ليكون وطننا محررا إن شاء الله. طيب دكتور طلعت، ما هي الطرق التي من الممكن أن يتم بها وقف هذه الأحكام، خاصة وأنها ليست أولى الأحكام التي تصدر تتعلق بأحكام إعدام أو مؤبدات على هذه الأعداد؟ هناك قضايا سابقة صدرت فيها أحكام مشابهة، هل هناك سبل أو طرق تستطيعون من خلالها وقف تنفيذ هذه الأحكام؟ هو يعني أقول لك سيدي أنه فيما خرج الشعب في 25 يناير كان يتعامل مع نظام عقيد ونظام متجذر ونظام مستبد، ونحن نتصور أنه لن ينفع مع هذا المقر إلا ما حدث كذلك إلا مثل ما حدث في 25 يناير. فالبلد ليس فيها قضاء والأمور ليس فيها معايير والناس لا يحتكمون إلى قوانين، ونحن توجهنا إلى المحاكم الدولية وإلى المحاكم الدولية، ولكن كذلك محكومة بمناخ سياسي وبأجواء سياسية وبدول يعني تدعم هذا الانقلاب، ورأينا كيف يشتري منها طبقات السلاح من أجل أن تسمح له بالازدياد. ولكن نقول أن الجهد المبذول في المنظمات الحقوقية وفي كل هذه الهيئات الدولية جعل هذا النظام الانقلابي يصدر الحماية الدبلوماسية على بعض أعضائه حين يسافرون والبعض الآخر يمتنع عن السفر. لا يعني لا نترك بابا إلا ولجناه. طيب
طيب استاذ دكتور طلعت، المغلقه على نعم. الاقل ستفتح ان شاء الله. انتم ذكرتم بانكم توجهتم الى المحاكم الدوليه، هل هناك اي تفاصيل تتعلق بالدعاوى التي تقدمتم بها؟ خاصه وعندما نقوم بسؤال الحقوقي يقول باننا فقط نقوم ونرصد الواقع، انما نتواصل مع منظمات. دكتور طلعت هل تسمعني؟ نخرج لهذه الابواب المغلقه، وعما قليل ان شاء الله يعني نصل الى شيء يزيح هذه الغمه باذن الله. دكتور طلعت فهمي المتحدث باسم جماعه الاخوان المسلمين، شكرا جزيلا لك.